السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الحلوة كتجي بيضة، يعني كنديروا لها الشكلاط الابيض والكوك في التزيين ديالها، وهي الداخل ديالها ما كيكونش فيها البيض وما كيكونش فيها الخميرة الكيماوية، يعني الخميرة الحلويات ما كتكونش فيها نهائيا. في المقادير ديالها غنحتاج 125 غرام ديال الزبدة، غادي نحتاج واحد رشة ديال الفاني، نص كاس العلبة ديال السكر سنيدة، تقريبا 4 كاس ديال النشا، وربع كاس ديال الزيت، واحد نص كاس ديال الكركاع اللي كيكون محمر وعاد كتهرمشوه، والدقيق اللي غيجمع لنا هاد الحليوه هادي. اول حاجه غادي نخدمو الزبده والفاني والسكر سنيده. بالنسبه للزبده البنات، الزبده انا درت ديال البواطه، الزبده 125 غرام ديال الزبده البواطه ديروا مع 4 كاس ديال الزيت. الا درتو الزبده حيوانيه، يعني ديك اللي كتكون زوينه اللي كناكلوها، هذيك ما ديروش الزيت نهائيا. ولا كنتو غديروا ديك المارغرين، ديك ديال الحلويات، دوك المربعات اللي معروفين دابا، هادوك غادي ديروا معاهم نص كاس حتى الكاس الارب ديال الزيت. ومن عطيتكم قياس ديال الزيت كتبقى على حسب النوعيه ديال الزبده اللي كتخدموا في هذه الحلوه هذه. دابا غندير 4 كاس ديال الزيت، دابا غنضيف 4 كاس ديال العنبه ديال النشا، يعني مايزينا، وغنضيف الكركاع يعني الجوز، ما طحنوش يعني غير هرمشوه، انا غير هرمشتو هكا وصافي، يعني دغيا كيتهرمش معكم ملي كتحمروا، دغيا راه كيجيكم ساهل باش كيتهرمش. دابا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، وانا كنجمعها ما غاديش تقصحوها، يعني غير شويه، انا ما فيهاش الخميره، فيها النشا هو اللي غادي يجيبها هشيشه، داكشي ما غاديش نكثروا ليها الدقيق بزاف. صافي، هنا بعد ما جمعت الخليط ديالي بالدقيق، كما شفتوا راه كتجي مرمله العجين ديالها، ما تكثرولهاش الدقيق. صافي، تتحسوا بها هكذايا، يعني بدات كتلم معكم. صافي، كتحبسوا عليها. دابا غادي نكوروها كورات ونديروها في واحد لاطون فرشه بالبابي كويس. هنا من بعد كما شفتوا كورتهم في هذا الحجم هذا، يعني هما كيتنفخوا غير شويه على حساب داك النشا اللي فيهم، وبالنسبه للطياب ديالهم كيطيبوا غير من التحت في الاول، عاد ديك الساعه كنحمروهم. بالنسبه للكركاع ممكن لكم تستبدلوه، يا اما بالفول السوداني يعني كاوكاو، يعني يكون محمر ومهرمش، او اللوز حتى هو تحمروه يعني يكون مقلي، او يكون ممزول له هكا القشره وكتقليوه وتهرمشوه باش كيعطي واحد البنه احسن من يعني من اللوز غبره، او ما ديروش كاع الفواكه الجافه، يعني لا كركاع لا كاوكاو لا لوز، كتحاولوا ديروها غير هكا بيضه وكتخشيو في وسط منها واحد اللوزه باش تعطيكم داك الشكل ديال رافاييلو. صافي، بعد ما كورتهم كما شفتوا، دابا غادي ندخلهم يطيبوا على 180 درجه كما قلت لكم غير من التحت، ونرجعوا نحمروهم ياخذوا اللون ديالهم، ونرجع معكم باش نذوبوا الشكلاط. بالنسبه للتزيين ديال الحلوه البنات، غادي ناخذ هنايا واحد الكميه ديال الشكلاط، 150 غرام ديال الشكلاط الابيض، وشويه ديال جوز الهند يعني الكوك. كما شفتوا الحلوه كنطيبوها بهذا الشكل هذا، تاخذ اللون ديالها ونخليوها تبرد شويه، ونبداو نغطسوها في الشكلاط الابيض وندوزوها في الكوك. كما شفتوا دوزتها هنا في الشكلاط الابيض، لي طلقتو بشي شويه ديال الزيت، ضروري الا كان الشكلاط عندكم ما كيذوبش دغيا البيض، ديروا له واحد المعلقه ديال الزيت باش يتطلق لكم مزيان. صافي، غندوزو دابا في هذه النواه الكوكو. كما شفتوا غنمرمدها كامله في الكوك، يعني كنديرها في الكوك كامله، بغيتو ديروا غير الوجه ديالها حتى تحطوها فوق واحد البلاستيكه وديروا غير الوجه في الكوك، المهم اللي بغيتو، الشكل كيبقى اختياري. الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا، راه كتجي زوينه بزاف بصراحه، اللي دقها كتعجبو خاصه بالمذاق اللي فيه، يعني ملي كنديرو نضيفو لها الكركاع كيعطيها مذاق زوين. بغيتو كما قلت لكم تضيفو الفول السوداني او اللوز اللي بغيتو، اي اضافه درتوها راه غتعطيها واحد المذاق اللي هي زوين، كتجي سهله وكتعطي تقريبا الكميه اللي عطيتكم كتعطيني 32 حبه في هذا الحجم هذا، لان كبرتهم انا شويه، الا بغيتو ديروهم صغار من هكا راه غادي تجيكم كميه اكثر او ضعفوا المقادير، فهي اقتصاديه زعما ما فيهاش شي حاجه صوف الشكلاط اللي كنستهلكوه زعما فيها. كما شفتوا داك طريفات الكركاع كيجيو باينين فيها، ها نتوما الرطوبه راه كتجي رطبه وهشيشه، يعني غير جربوها، واخا ما كاين لا بيض لا خميره راه كتجي زوينه بالنشا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم.